حياكم الله مشاهدينا الأحبة. من أين نبدأ؟ أخبر الشعب الوفية أنني ما زلت حية، فليعيدوا كل شيء مثل ما كان بهية، نشرة الأخبار، شمس الدار، صوتي والمحية. ولا نبدأ بايع النهضة لما بايع اليوم إمامة، خلفه تاريخ عز هيثم المجد أمامة. أم نبدأ من تمضي يا هيثم سلطانا إماما سيدا يتجلى في غد الأحلام صبحا سرمدا، وأنت تقرأ كل كلمة وأنت تستمع إلى كل كلمة في هذه الملحمة في هذا الأوبريت العهد السعيد، تظل مشدودا إلى كل كلمة، وكنت تأمل أن لو لم تنتهي هذه الأغنية. أما تفاصيل الجمال في كل هذه الملحمة الغنائية من خلال وجود ضيفنا العزيز السيد خالد بن حمد البوسعيدي، مساك الله بالخير السيد خالد. نور والسرور، أهلا وسهلا، سعيدين جدا بوجودك معنا، حياك الله معنا. الشريف الله يحفظكم، شكرا على الدعوة الكريمة. حياكم الله يا سيد خالد. طبعا هذه الأغنية من تاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بثت لأول مرة أيضا في برنامج عمان نهضة متجددة. سيد خالد، كيف جاءت الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فخور جدا الحقيقة بالأصداء الجميلة جدا اللي يعني حصلتها هذه الأنشودة الوطنية، والفضل لله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم الحقيقة للهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون متمثلة في شخص يعني رئيسها معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وكافة المسؤولين في التلفزيون اللي طلبوا مني يعني أن أجهز لعمل وطني مباشرة بعد انتهاء فترة الأربعين يوم، يعني احتفاء بمقدم يعني العهد الجديد لمولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، ويعني يكون الهدف منها أغنية وطنية استنهاضية تخرج الناس نوعا ما من جو يعني الحزن والتأثر طبعا بالخطب الجلل الذي أصاب الوطن. ومن هذا المنطلق يعني طلب مني أن أجهز لعمل وترك لي الحرية في اختيار الشاعر واختيار شكل ونوع العمل، والحمد لله الله وفقنا إلى هذا العمل. ليش يوسف الكمالي؟ الحقيقة يعني أنا تربطني علاقة جدا وثيقة بعدد كبير من الشعراء طبعا في السلطنة، وخاصة شعراء الشعر الفصيح، ولكن فكرت في يوسف لأكثر من سبب، لأني شعرت أنه في الفترة الأخيرة الحقيقة يعني تعاوننا في أكثر من عمل، صحيح، واستطاع ان يعني يحقق ما كنت اريد منه بفتره سريعه جدا. نحن كان عندنا وقت قصير جدا لانتاج هذا العمل. فاتصلت في يوسف وقلت له يعني مطلوب مني ان يعني اقدم عمل وطني يبث روح الاستنهاض في المجتمع، يخرج الناس من حاله الحزن و يعني إلى حالة جديدة من التفاؤل والأمل، وشرحت لفكرة العمل. فقلت له عندك أسبوع تخلص هذا العمل في أسبوع، لأن بعد الأسبوع أنا بحتاج أسبوع أو 10 أيام أني ألحن، وبحتاج أسبوع يعني لنسجل العمل وننفذ العمل، ومن ثم الأخوة في التلفزيون يريدوا يصوروا العمل وإلى آخره، فلازم يطلع بأسرع وقت ممكن. فالحقيقة في خلال فترة يعني أسبوع تقريبا رجع لي بفكرة انطلاق النص، ولكن في حكاية كثيرة عن موضوع النص، كيف كتبه وكيف تغير وكيف عدلنا أشياء كثيرة. أتمنى يكون عندكم وقت، بيكون معنا تواصل إن شاء الله، تتكلموا معاه. ولكن وأنا جاي في الطريق كنت أسترجع الحقيقة رسائل الواتساب بيني وبين يوسف الكمالي في هذيك الفترة، ويعني كان يمكن في اليوم الواحد عشرات الرسائل، يعني مرة بالتلفون مرة بالرسائل، وكنت أقول له يعني كنت أقول له يلا أنا مستعجل أنا مستعجل. بعد ما كتب لي يعني شيء لمدة أسبوع، أتذكر واحدة من الرسائل اللي كتبت له قلت له يوسف أنا بداخلي موسيقى كثيرة، أنتظر أنتظر، يعني تعرف الواحد كان يعني متحمس. ولكن أول ما بعث لي المطلع فقط، قال لي طيب ببعث لك المقطع والباقي أعطيني يوم يومين. قلت له خلاص تمام إن شاء الله. فبعث لي أخبر الشعب الوفي أنني ما زلت حيا، فليعيدوا كل شيء مثل ما كان بهية، نشرة الأخبار، شمس الدار، صوتي والمحيا، وأغاني النهضة الأولى وتلويح يدي، وارفعوا الأعلام تروي عطش الآفاق ريا. أنا أول ما شفت بالنص هذا المطلع الحقيقة ارتبكت، ويعني عجبني كثير طبعا، لأنه فعلا في استنهاض غير عادي. رحت يعني بعثت له قلت له الله 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 أرجوك كمل. قال لي أعطيني إلى بكرة بس وبرجع لك بكمل لك الباقي.
بعث لي أنا الحين كنت أشوف الرسالة هذا النص الساعة 8:30 بالضبط، هذا المطلع الساعة 8:49 يعني بعد تقريبا 20 دقيقة لحنت المطلع مباشرة، وبعثت له مسج قلت له أنا لحنت المطلع فعلا، يعني رحت مباشرة على آلة البيانو وجدت فكرة مدخل الأغنية يعني، فهذه حفزته أكثر أنه يخلص بسرعة، ورد علي بعد يومين بتكملة الكلام. على الرغم أن الفكرة فكرة عميقة وصعبة، أن تستحضر سلطانا خالدا باقيا في قلوب العمانيين، ثم تستنهض العمانيين لعهد متجدد، عهد سعيد ينتظر. منتابع جزء من الأغنية أخبر الشعب الوفية. إذن أغنية عميقة ملحمة وطنية غنائية يرددها الكبير والصغير، هاشتاج يعني العهد السعيد في تويتر ضرب ترند يعني من مجرد ما نزلت هذه الأغنية. تلحين مثل هذه الكلمات سيد خالد على إيش يعتمد؟ على أن الواحد يعيش الحالة ويتمعن تماما في النص وفي ماذا يريد أن يقول هذا النص، ولذلك يمكن هذا يجيب على جزء من سؤالك في الأول، لماذا يوسف الكمالي؟ الحقيقة يعني من خلال تجربتي مع يوسف هو يتقن يعني توصيل الفكرة بشكل كبير جدا، يعني في أكثر من تجربة أطلب منه أشياء معينة ويوصلها سبحان الله يعني بمفردات بالغة في الدقة، وأعتقد أنه وصول هذا العمل إلى قلوب الناس يعني كان دليل واضح على أنه العمل كان صادق في طرحه في الكلمة وفي أيضا اللحن وفي التوزيع وفي الإخراج بشكل عام. دائما الصدق في العمل يوصله إلى القلوب بسرعة. نعم، يعني واحد من الأعمال الأخيرة أيضا اللي كان تعاون بينك وبين يوسف الكمالي العمل الغنائي الجميل اللي بث في شهر رمضان عن الإمام المؤسس. كان هناك عملين الحقيقة أو ثلاثة أعمال تبقى الصراحة يعني ربطتني بالأخ يوسف. واحد كان مقدمة مسلسل إذاعي بعنوان الإمام المؤسس عن سيرة الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية، وعمل ثاني ديني مناجاة صحيح أيضا من كلمات يوسف وغناء الفنان الكبير صلاح الزجالي. والعمل الثالث الحقيقة كان لتلفزيون السلطنة أيضا، لهيئة العمل إذاعة التلفزيون من إنتاجهم لبرنامج في رمضان اسمه ريحة بلادي صحيح من كلمات يوسف أيضا. فما شاء الله عليه يعني أبدع، ولكن يعني بذكر لك القصة ما بعد المطلع. طيب، ما بعد مطلع أخبر الشعب الأبية الوفية اللي كان 8:30 نعم، يعني في ربع ساعة الحمد لله الله كذا فتح علي الفكرة وبدأنا المدخل، فأنا جلست أنتظر التكملة فقلت له أبشر ترى أنا لحنت يلا هات الباقي. قال لي أنت أعطيني يوم بكرة برسل لك. أنت أول الصباح 8 الصبح من الليل 8 الصبح عطل مسج ها وين الباقي؟ قال لي أنا رايح عندي ارتباط وإن شاء الله المساء. بعث لي المساء بقية النشيد بالكامل. الحقيقة أنا يعني جلست أقرأ الكلام مرة ومرتين وثلاث، قلت هذا الكلام متعب يعني كيف بلحن هذا الكلام؟ كلام قوي وعميق ومليء بالحزن، مليء بحالة يعني أنا قابوس عماني، هذه الأرض كياني كل ما ينبت فيها من نخيل ومباني،
وبحار وماني هو وجهي وعيوني وفؤادي ولساني، منذ أن فارقت بيتي صرت في كل مكان. الله، يعني ما هذه الصور الرائعة الجميلة الحقيقة. جلست يوم ونص ما ردت على يوسف. ليش؟ كنت مذهول وكنت خايف، هل أكمل هل ما أكمل؟ فيوسف قلق، يعني كنت أقول له برد عليك برد عليك. الله، أنا قابوس يا عمر، قابوس يا عمر. فرديت عليه قلت له رائع ولكن لازم أتصل لك وأتكلم معك. قال لي إيش الموضوع؟ قلت له لا أخفيك القول، أنا أول ما شفت الكلام يعني خفت وترددت، وكنت على وشك أقول لك غير كل الموضوع، لأنه الموضوع يعني خلنا نقول ثقيل، كبير، قوي، مؤثر، عميق، محتاج إلى فعلا أنه الإنسان يعني يعتكف عشان يعمل عمل مثل هذا. كيف توصل هذه الصورة أنك تعبر عن أن السلطان الخالد قابوس بن سعيد ما زال موجود؟ فلما قلت له هذه يعني صارحته، قلت له هذه كانت مخاوفي ولكن قرأته مرة واثنين وثلاث وعشر وأنا متمسك بهذا النص. قال لي هو رد علي لما سمعني يعني أعبر عن مخاوفي، قال لي أنت ريحتني لأنه أنا كنت شاكك أنك أنت يعني ما عجبك النص، لذلك تأخرت علي يومين، وأرجوك أنا أطلب منك، ويقول لي أنه ننسى هذا العمل ونفكر في عمل آخر أو شوف شاعر آخر يعمل حاجة ربما. قلت له لا لا لا، النص عندي. قلت له لن أتنازل بسهولة، أنا متمسك بهذا النص، بالعكس هذا هو الذي سيصل للناس وهذا اللي راح يؤثر في قلوب الناس، ومثل ما الله وفقك وكتبت هذا النص الجميل أتمنى أن الله يوفقني وأعمل الصياغة اللحنية المناسبة. ففعلا يعني ما خرجت من البيت كم يوم، اعتكفت اعتكاف عشان بس أعيش الحالة هذه، والحمد لله رب العالمين. يعني أعتقد هذا المقطع كان من أهم وأكثر المقاطع يعني تأثيرا في قلوب الناس. أنا قابوس عماني هذه الأرض. تعبت نفسيا؟ تعبت كثير، يعني تعبت كثير. يعني أكثر لحن أتعبني ذهنيا، نفسيا، روحيا، صحيا أيضا الحقيقة. يعني أنا يعني هذا اللحن لأن قلت لك في البداية، يعني عشان تقدم عمل كهذا في هكذا ظروف تشهدها البلاد ليس من السهل، وهي مسؤولية كبيرة. يعني أنا كنت خايف الحقيقة إلى آخر لحظة، إلى أن يعني قبل أن يبث العمل كنت قلق جدا أنه ربما العمل يعني ما يلقى قبول، ولكن الحمد لله يعني من الوهلة الأولى حسيت أنه في تجاوب مع العمل بشكل كبير 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 جدا. فالحمد لله اليوم أنا جاي أشوف لوحة في الشارع من اللوحات الإعلانية المضيئة، فيها صورة صاحب الجلالة السلطان هيثم مكتوب سلطان العهد السعيد. الله، ورحت كثير يعني للعبارة، يعني هذا يعني شعور يمكن تلقائي أنه عمل وطني وصل للناس بهذه السهولة. الشاعر الجميل الأنيق شكلا وكلمة صوتا وأداء وجمالا بكل معنى الكلمة، شاعر يوسف الكمالي من الدوحة. مساك الله بالخير يوسف. يا مرحبا أستاذ راشد، مساك الله بالنور والسرور، وتحية قلبية عميقة للسيد خالد. حياك الله يا يوسف. إيش القصة؟ إيش قصة الكلمات؟ إيش اللي صار من 8:30 إلى 8:30 اليوم الآخر؟ شوف الحين المرة الثانية اللي يريحني فيها السيد خالد، لأني أنا كنت محتفظ بالقصة، قلت ما بصرح فيها إلا إذا هو بدأ وصرح فيها. مسجلها في الواتساب، ما مسحت، موثقة خلاص صارت. اي، لان فعلا مثل ما تفضل السيد خالد كان في تجاذبات كبيره جدا في هذا العمل، والوقت ما كان يمكن يسمح فيها، والعاطفه يمكن ما كانت تسمح فيها، يعني الوضع مشحون جدا، واي انا اتفهم هذا الشيء، اي خطا في تقدير الموقف كان ممكن يودي العمل كله وانا والسيد خالد في داهيه. ففعلا التحدي كان صعب. السيد خالد انا اصفه بكلمه واحده، انه أشجع شخص تعاملت معه في استقبال الكلمة وفي يعني فتح صدره سواء القبل أو السهام اللي ممكن تتسبب فيها هذه الكلمة في حال تم قبولها أو في حال تم رفضها. سيد خالد شجاع بمعنى الكلمة في هذا العمل وسابقا أيضا في الأعمال الأخرى، لذلك أنا كتبت على راحتي. ما رجعت للسيد خالد حتى لما طلب مني مثل ما هو قال
المطلع كنت أحاول أماطله شوي، أقول ما بعطيك شيء، خلها في النهاية، لأني كأني مستشعر هذا الخوف أو الجرأة الزايدة اللي أنا فقدت وقعت فيها. وكنت أقول للسيد أن أنا أتفهم جدا أن هذا النص ليس هو المطلوب، لكني أنا في حالة مزاجية وعاطفية لا أستطيع معها إلا أن أتي بهذا النص. فهمت الفكرة؟ فهمت يوسف. طيب السيد خالد ذكر أن لما شاف المطلع، مطلع هذه القصيدة، مباشرة في ظرف 20 دقيقة لحن هذا المطلع. أنت لما سمعت لحن هذه الأغنية، هذه الملحمة، كيف كانت ردة فعلك؟ توقعت أن كلمتك تلحن بهذا المستوى، بهذه الطريقة الجميلة؟ شفت بصراحة أنا سمعتها أول ما أرسل لي يا سيد خالد، سمعتها أكثر من 50 مرة يمكن في يوم واحد. وأسرب بعض الأشياء، أنا سمعتها حتى في أثناء الكلاس، يعني الدكتور أمامي وأنا حاط سماعات بلوتوث وجالس أسمعها، فيقول لي سيد خالد أنت طلعت مشاكس. أنا أقول المشاكسة قليلة إذا كان العمل بهذا المستوى، يعني اللي أتسلل أو أتسلل أهرب سماعات بلوتوث أسمعها. لكن يعني أكون صادق معك أستاذ راشد والسيد خالد، إحنا تكلمنا يعني مطولا في هذا الموضوع. أنا العمل أحسه رحلة كونية، يعني معظم الأعمال تدخلك في مزاج واحد من بدايتها إلى نهايتها، وتسمعها في هذا المزاج، عشان يعني مثلا أعمال عاطفية تسمعها في حالة عاطفية معينة، أعمال استنهاضية حماسية تسمعها في حالة حماسية واستنهاضية. معروف يعني في الفن والغناء، وأنت أعلم مني، أن لكل عمل مزاجه، يعني اللي يصلح أن تسمعه في هذا المزاج. هذا العمل كان رحلة كونية متعددة الأمزجة، متعددة التضاريس. أنا أقول للسيد خالد أسقط من الجبل وأغرق في البحر في المقطع الثاني، ثم أصعد من البحر ويعني أصعد إلى الشمس، ثم يعني أهبط من الشمس إلى تضاريس خضراء وجنات من نعيم في العهد السعيد. هذا كله في عمل واحد. أعتقد أن هذه فعلا حالة متفردة، ويمكن يكون أحد أسرار ملامسة العمل لشرائح مختلفة، لأن كل مقطع كان فيه احتمالية أنه يلامس ذوق مختلف وشريحة مختلفة من الناس. نعم السيد خالد، ما كان لهذا العمل أن يخرج بهذه الصورة الأوبرالية الجميلة اللي تابعها الجميع لولا هذه الكلمة اللطيفة الجميلة العذبة العميقة من يوسف الكمالي. إيش تقول ليوسف؟ يوسف أقول له يعني أنت يعني صغت جوهرة الحقيقة نفيسة، تحفة نفيسة وثمينة، ستبقى إن شاء الله عالقة يعني لسنين طويلة، لأنك كنت صادق، أوصلت الفكرة بشكل رائع جدا إلى قلوب الناس. ويعني يوسف ما شاء الله عليه متمكن جدا في اللغة العربية، وأحيانا يعني أجادله في بعض الأشياء، يعني وفي أغلب الأحيان هو يغلبني، يعني هو يقنعني، لأنه ما شاء الله عليه يعني بحر في هذا الجانب، ولكنه أيضا متفتح، يقبل النقاش، يأخذ ويعطي يعني بالإقناع. وأنا جدا جدا فخور وسعيد يعني إنه شاعر في هذا السن ما شاء الله من مقتبل العمر في الشباب، الله يعطيك الصحة والعافية طول العمر، من عمان، من مسندم الشامخة، يطلع لنا بهذه التحف اللغوية وهذه التحف الشعرية الجميلة. وإن شاء الله يعني مزيد من الأعمال ستأتي على هذا النسق بإذن الله. نحن جدا 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 فخورين فيك يا يوسف. أنت نموذج لشاب عماني شاعر متمكن، جوهر دورة، نفخر فيك صراحة. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا يوسف. إيش تسوي في الدوحة؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا أدرس، أول شيء أشكر سيد خالد على ثقته من البداية، وهو اللي أشهر وأضاء هذا العمل أول شيء الفرصة اللي منحني إياها، ثاني شيء باللحن العظيم اللي جسد فيه العمل، وثالث شيء بالشبكة اللي تواصل معهم من المبدعين حتى يخرج العمل بهذا يعني الكمال الفني. في الدوحة أنا أدرس ماجستير علم نفس اجتماعي، إن شاء الله أحتاج إلى سنة ونصف وأعود إلى خلطة.
بالتوفيق إن شاء الله يا يوسف، وشكرا جزيلا لك على هذه الدقائق الجميلة اللطيفة. شكرا للشاعر الجميل يوسف الكمالي. شكرا شكرا. منذ أن فارقت بيتي صرت في كل مكان أيها الخالد فينا قبسا في كل هامة. سيد خالد، كم الفترة الزمنية اللي أخذت منك هذه القصيدة حتى تلحنها، وكيف كنت في الحالة الشعورية وقت تلحين هذه القصيدة؟ أولا هذا المقطع أيها الخالد فينا هو طبعا رد على المقطع اللي قبله. يعني أنت لو تشوف كل جزء من هذا الجزء هو لوحده حالة تنتقل من مرحلة إلى أخرى. يعني الاستنهاض الأولي هذا إني أنا موجود وحي، ومن ثم هو يقول أنا قاموس عماني وكل هذه ملامح النهضة أنا موجود فيها، وبعدين هم يردوا عليه أيها الخالد فينا. هنا موسيقيا نحن نسميه عذاب. ليش؟ لأنه خرجنا من مقام الكرد إلى المقام البياتي في منتهى الشجن. يعني فلذلك كثيرين يسمعوا هذا المقطع ويقولوا يعني هذا يدخل في الصميم على طول. يعني أيها الخالد فينا قبسا في كل هامة، وجهك الوضاء شمس صوتك الأندى غمامة. يعني رحلة كونية فعلا مثل ما قال يوسف. فلذلك النغم يعني ولعلمك يعني هذا المقطع بالذات أيضا من المقاطع اللي من أول وهلجت والله. يعني أول ما قرأت وصلت لهذا المقطع مباشرة على الكيبورد جت الجملة كذا لوحدها، طبعا جت مع كثير من الدموع، لأنه فعلا يعني 10 أيام استغرق تقريبا تلحيني لهذا العمل، وكل يوم كان يعني كان مزيج من الحزن والفرح والذكريات والأمل و الشعور بالفقد، ولكن شعور بعهد جديد سعيد. يعني تخالط كثير كثير من المشاعر الحقيقة في الوجدان. وكنت طبعا على تواصل أيضا مع المايسترو الأستاذ أمير عبد المجيد على أساس أيضا نحضر، لأن أنا أيضا كنت أسابق الزمن، مطلوب مني أقدم العمل بأسرع ما يمكن. صحيح. فكنت حريص يعني أن كل الأشياء تكون يعني بسرعة، ولكن أيضا بجودة يعني فنية. فعشرة أيام كانت مدة تقريبا مدة التلحين، ولكن بعدين سافرت إلى مصر وسجلنا طبعا وزعنا العمل، وبعدين سجلنا مع الأوركسترا متكاملة ومع المنشدين المتخصصين، ومن ثم المكساج النهائي، وكل شوية نغير في المكساج وأسمع لاما كذا ونعدل. يعني أتذكر لما جلسنا نسجل الكلمات أو نسجل الغنى أخذ مننا 7 ساعات بدون توقف، يعني بس عشان ننشد. ليش؟ لأنه لازم كل كلمة تعطيها هذاك الإحساس حتى في الإنشاد، لأنه الإنشاد مثل الغنى، يعني مثل المطرب لما يغني لازم الكلمة والمد والسكوت وإحساس الحزن، إحساس الفرح، إحساس الابتسامة، إحساس يعني أحاسيس متنوعة يجب أنها تصل. فكل هذه الأشياء يعني الحمد لله مرينا عليها في ساعات طويلة من العمل في الاستوديوهات، وطلعت يعني بهذه في القاهرة. ومن القاهرة أيضا المايسترو الأستاذ أمير عبد المجيد. مساء الخير أستاذ أمير. مساء الفل والنور والسرور عليكم، أهلا وسهلا، حياك الله. سعيدين بهذا التواصل معك، ونقترب من هذه الملحمة الغنائية، هذا الأوبريت الغنائي اللي أبشرك أن كل عماني أصبح يردد هذا العمل، وكبير والصغير، الرجل والمرأة في عمان. كيف تم الاشتغال على هذا العمل الملحمي الخالد أستاذ أمير؟ والتوزيع طبعا عنصر مهم جدا في نجاح أي عمل. السلام عليكم سيد خالد. عليكم السلام أستاذ أمير، أهلا وسهلا بك. كيفكم يا سيدنا؟ ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا.
ما شاء الله، مفاجأة طيبة الله يسلمك. تستدعوني أصلا في حدث كل عمان بتغنيه، حدث من ساعة ما الأوبريت نزل إلى الآن شفتش حاجة على تويتر غيره، معاني يمكن أنا شرحتها للسيد خالد قبل كده في رسالة، لقيت فيه مفيش أبلغ من كده في وصف الراحل العظيم حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس رحمه الله، في وصف إنجازاته، في تحويله من اسم لفعل تشوفه حواليك في كل مكان. صحيح. بنقل المواصلة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم الله يعزه ويفرحكم بيه ويزيد خيره يا رب. آمين. مفيش أبلغ من كده في شرح تسلم السلطة بمنتهى السلاسة والجمال والعظمة والرحمة والألفة قد ما عملوا النشيد ده. مراحل شغله بقى العادي بتاع السيد خالد، انه يسلمك الحاجة وتقول له عايزها امتى يا سيدنا، يقول لك عايزها امبارح. امبارح. فانت بقى ايه دبر راسك انت بقى. فمثلا ساعة ما جات لي المقاطع، طبعا احنا في طريقة اشتغل بيها مع السيد خالد الله يحفظه، انه عشان سرعة الانجاز بمنتهى الاحترافية، فاللي بيطلع من المطبخ عنده بيبعتولي على طول، فبيبعت لي المقاطع مقطع ورا التاني ورا التالت، نبدأ أرصهم عندي على الورق، وبعدين يبدأ يبعت لي التخيل بتاع المقدمة عايز ازاي، المزيكا اللي بين ده عامل ازاي، وبعدين نتكلم في السرعة، وبعدين نتكلم في كل تفصيلة كبيرة وصغيرة. أنا سمعت وهو بيقول لك ان احنا مثلا قعدنا ناخد الغنى في 7 ساعات. صح. الغنى ده اللي هو الرئيسي ده كان اسهل حاجه بالنسبه لنا، لانه كان خلاص كان كل الاساس كله اتعمل، وفضل ان انت تحط كل اللي كان في خيالنا على الحقيقه بقى. فهو طول الوقت فيه وصعوبه الاداء فيه عشان الوصول للي كان السيد خالد الله يحفظه بيتكلم عنه ده حاجه، ولكن هو ايسر حاجه حصلت. صحيح. الأساس كله اللي في الأول والحوارات اللي بيني وبينه، يكفي ان انا اقول لك مثلا ان انا كتبت الورقة الغنى تقريبا هم 5 ورقات طلعوا في 5 ساعات في رحلة ما بين القاهرة وما بين المغرب كازابلانكا. يعني من دي الوقت السيد بعت لي اللحن على التليفون، وانا طلعت الورقة والقلم وانا قاعد على الكرسي في الطيارة، قبل ما وصلت كازابلانكا كنت كاتب الغنى كله. فهو شغلنا الشاغل، وهو المتعة الحقيقة اللي احنا بنستمتع بيها، ومنبر مفيش أجمل منه تقول تطلع فيه أحاسيسك. في صدفة جميلة أنا مش عارف هل يحق لي أن أنا أفتحها ولا لا يا سيد. تفضل، نحن نسمعك سيد أمير، تفضل. بعد إذن السيد الأول. بلاش فضائل. تفضل. تفضل. بعد ما خلصنا الغنى والمقطع بتاع أنا قابوس عمان، لو تلاحظ فيه اختلاف شوية في نوعية الصوت. صح. اللي عايزين نوصل بيه، لأنه ده الصوت الداخلي بتاع صاحب الجلالة رحمة الله عليه. فكان في حيرة في اختيار مين اللي غني الجزء ده، وبعدين رسينا على أن نختار 3 من الكورال الرجالة اللي عندنا في مصر يغنوه مع بعض بشكل القريب. وبعدين بعد اخر يوم واحنا بنعمل المكساج، انا قاعد في الاستوديو وقصيت كده للسيد خالد، قلت له ايه، ما تخش يا سيدنا تجرب تحط صوتك معاهم، يمكن نوصل للي احنا عايزينه. طيب. فبص لي كده وقال لي تصدق الفكره دي في بالي من امبارح ومش محدش فاتحني فيها، انت كشفتني فيها. قلت له يلا قوم على الميكروفون، وقام قايم على الميكروفون، وما اقدرش اوصف لك احساسي بوصول المعنى. في روح حابه بصدق الكلام اللي بيتقال وعارفه توصل الجمله صح، فكان اللي حضراتكم سمعتوه ده كله. فسامحني يا سيد ان انا فتشت السر
بس الحقيقة ده أجمل ما حصل في النشيد. ما كنا متفقين على كده يا أبو علي. يا سيدنا سامحني يا سيدنا، بس يعني أنا استأذنت حضرتك في الأول. يعني يكفي أن أنا شفت يعني مش هفضح تاني أكتر من كده يعني، بس تأثرك الواضح عند المقطع ده تاج على رأسنا يا سيدنا، والله الله يزيدك. نحن نتمنى لك كل التوفيق يا أستاذ أمير، متعنا بيه على طول، الله يكرمكم. شكرا شكرا للملحن الموزع. شكرا أستاذ أمير، شكرا على شكرا كلامك. شكرا لك يا أستاذ أمير، شكرا لك. عفو يا سيدنا، العفو يا سيدنا، كله تقصيري، مش قد ما أنك أبدا يعني. أستاذ أمير الحقيقة من الناس اللي اشتغلوا كثير أعمال لعمان، أعمال وطنية وأعمال عاطفية، ومن يعني الأساتذة المشهود لهم في الوطن العربي، واللي أيضا نالوا شرف تكريم من جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وحصل على وسام السلطان قابوس للثقافة والفنون والأدب. صحيح. وأنا يعني كثيرا يسعدني دائما أني أشتغل مع الأستاذ أمير، لأنه الحقيقة فاهم، يعني فاهمين لبعض مثل ما يقولوا بشكل جيد يعني موسيقيا، ويستطيع الحمد لله أن يوصل ما أريده بسرعة وسهولة. يعني السيد خالد تفاصيل كثيرة يمكن الناس ما يعرفوها، عمل كبير، اشتغال كبير، جهد ذهني، جهد بدني، سفر، فأي عمل حتى يخرج بهذا الجمال ترى وراء سلسلة كبيرة من الأعمال. العمل الموسيقي مثل الفيلم. يعني شوف كيف تفاصيل كثيرة جدا في أي عمل فني، يعني من إضاءة وصوت وسيناريو وتجهيز مواقع وممثلين وتفاصيل لحد ما يطلع هذا الفيلم في ساعتين أو في ساعة ونص. مثل هذا البرنامج، يعني ما وراء هذا البرنامج من إعداد وتجهيز وديكور وإضاءة واشتغال ونص وضيوف ومتابعة، يعني في تفاصيل كثيرة جدا. نفس الشيء العمل الغنائي، حتى وإن كانت مدته 5 دقائق أو 10 دقائق أو 3 دقائق، يستغرق أيام وساعات وليالي كثيرة من الإعداد والتجهيز، لأنه أي خلل في مكان ما راح يفقد هذا العمل أيا كان يعني قيمة كبيرة. فكل ما كان العمل مشتغل عليه بشكل جيد كل ما يصل للناس بشكل أفضل. سيدنا برجع مرة أخرى إلى النص القصيدة، ليش جاء اختيارك على نص فصيح ما نص نبطي؟ يعني أنا حسيت الحقيقة أنه المرحلة تحتاج أن يعني نقدم عمل باللغة العربية الفصحى المتقنة المعبرة بشكل قوي، ويمكن في كلمة يعني قالت لي إياها الأخت أمل الكثيرة من التلفزيون عندكم، هي أول من اتصل فيه يعني نيابة عن مكتب معالي، وذكرت لي في سياق يعني التقديم لنوعية العمل أنه إحنا نتمنى أن يعني يطلع عمل على غرار يعني الأعمال الوطنية في بداية النهضة المباركة في السبعينات، مثل صوت النهضة، ذكرت لي حتى هكذا. فمسكت في إذني هذه الكلمة يعني، وعلى طول لما كلمت الأخ يوسف قلت له أريد عمل استنهاضي يذكرنا يعني بالأعمال الاستنهاضية الوطنية، فلذلك هو حتى لقط مني هذه الكلمة وحطها يعني لما قال وأغاني النهضة الأولى وتلويح يدي. فهو ما شاء الله عليه التقط يعني أشياء يعني كثيرة لو تلاحظ في النص. فأعتقد اللغة العربية الفصحى أقرب إلى الناس في الأعمال الوطنية المهمة والكبيرة كهذا العمل في هكذا ظرف. نحن يعني كنا في مصاب جلل، في خطب جلل، ونريد ننتقل إلى مرحلة جديدة بتفاؤل وباستنهاض، وبالتالي شعرت أن العربية الفصحى هي أكثر ما يمكن أن تعبر عن هذا. أريد أيضا أن يعني عشان ما أنسى الحقيقة وأعطي يوسف حقه، يوسف صياد ماهر جدا للأفكار، يعني لما قال على لسان لما جاء في المقطع اللي يتعلق بجلالة السلطان هيثم، هيثم العهد السعيدي ليس عنا ببعيد، قد عرفناه قرونا فهو نسل البوسعيدي، من ذوي رأي بأس شديد وذوي بأس شديد صافح الشعب جميعا من وريد لوريدي، بعدما أوصى فكان الشيخ في عين المريد. كيف الشيخ؟ الصورة يعني شوف الصورة، يعني شبه جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله وكأنه شيخ علم يقصدونه طلاب العلم. الله. فعندما ألقى
خطابه السامي الأول يعني تحدث بدرر وكأنه يوصي شعبه بأنه يعني أنهم يكونوا معه ويحثهم أيضا في خطابه الثاني، فكان مثل الشيخ في عين المريد الذي أتى يريد شيئا من هذا الشيء. الله. وبعدين هناك قال في جزئية، قال: ليس من ورث عزا ونقاء لفقيدي. جلالة السلطان هيثم في خطابه الأول قال يعني فقدنا أعز الرجال وألقاهم. فشوف كيف صاد هذه وقال ليس من ورث عزا ونقاء لفقيدي. الحقيقة شاطر جدا في 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 يعني انه ياخذ الافكار من البريف اللي ينعطى اياه في الاول ويصيغها في 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 كلام جميل جدا. عندما قال يعني بايع النهضة لما بايع اليوم امامه، يعني الشعب ما بايع فرد، هو بايع النهضة باكملها. عندما بايع السلطان هيثم هو بايع مجد كبير يعني. فالحقيقة يعني لما تقرأ بتمعن في سير هذه القصيدة فعلا تجد هناك ترابط جميل جدا من البداية إلى النص، يعني النقلة من عهد جلالة السلطان قابوس ولسان حال السلطان قابوس في هذا العمل إلى مجيء السلطان هيثم نقلة موسيقية أيضا. يعني يقول لي الفنان أيمن الناصر يذكره بالخير، يقول لي يعني تلسع بالموسيقي يعني أو باللغة الموسيقيين يسموه تلسع، يعني نقلنا من البياتي إلى الرصد بشكل يعني صحت على طول. فحتى المخرج الحقيقة عامر عبد الخالق الرواس وجه له كل تحية وتقدير، هو وجهاز اللي يعني نفذوا المونتاج في نقلة العهد السعيد. يعني الحقيقة يعني جاب البحر وجاب الأمواج، يعني جاب صورة عبرت فعلا على 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 حراك جميل جدا معبر. فالحمد لله يعني كل هذه عوامل يعني ساهمت أيضا في توصيل الفكرة. يعني يوسف يقول لي أنا سمعت الأغنية تقريبا 50 مرة قبل أن تبث، ولكن يقول لي لما شفتها على التلفزيون حسيت أني أسمعها لأول مرة. فهذا شعور جميل يأتي من شاعر وسمعها يعني كثيرا، شعر بأنه فعلا الصورة أيضا عبرت ويجب أن لا نهضم حق الحقيقة الكادر الفني اللي اشتغل على الصورة في هذا العمل. بالضبط، عمل ملحمي كبير الحمد لله. يا هيثم سلطان إماما سيدا.